وكان سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قد ترأس الاجتماع 382 للجنة التنسيقية الذي عقد اليوم عن بعد بحضور أصحاب السمو والسعادة والمعالي أعضاء اللجنة. قد أكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بأن تحدي فيروس كورونا كباقي التحديات يتطلب عزما متجددا للنجاح في تجاوزه، ومهما طال أمد هذا التحدي فإنه بالعزيمة والإصرار سينجلي، منوها بأن ما تمر به المملكة من مرحلة هامة من التعامل مع فيروس كورونا يتطلب مزيدا من الحذر مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات لكونه عنصر النجاح في كافة المراحل. أكد سموه بأن سلامة المواطن والمقيم تأتي في طليعة الأولويات تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومنوها بأهمية استمرار الجهوزية لدى كافة الجهات لاتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ صحة الجميع، وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. شدد سموه على أهمية مواصلة كافة أفراد المجتمع بنفس الوتيرة التي بدأت فيها المملكة في التصدي للفيروس عبر الالتزام الواعي والذي كان سببا رئيسا في تحقيق المعدلات الآمنة من الانتشار، داعيا الجميع مواطنين ومقيمين بعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بالتسجيل لأخذ التطعيم والجرعة المنشطة حتى لا يتم تعريض المجتمع للخطر، مع ضرورة استمرار التحلي بالمسؤولية الوطنية والشخصية من أجل تجاوز هذه المرحلة من مواجهة الفيروس بنجاح، وليتمكن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والعاملين في الصفوف الأمامية الذين يبذلون جهودا استثنائية من أجل سلامة الجميع من تحقيق الخطط الموضوعة للأمن الصحي للمجتمع. وبناء على العرض الذي قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر ما يلي: رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، تكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، تحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين، اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة، واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءا من الساعة 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 27 من مايو 2021 إلى 12 ليلا من يوم الخميس الموافق 10 من يونيو 2021، وهي كالآتي: غلق كافة الأنشطة التجارية غير الأساسية، منع الأنشطة الرياضية، غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، منع المناسبات الخاصة، ومع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة. وقد نوهت اللجنة التنسيقية بأهمية اتباع الجميع للتعليمات والإجراءات الاحترازية الصادرة للتصدي لفيروس كورونا، وأهمية قيام كل فرد بحث بمحيطه الأسري والمجتمعي بالمشاركة الإيجابية في كافة مراحل التصدي للجائحة.